بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن عطل البرومه اللي في الثلاجه. دي ثلاجه كريازي فيها برومه البرومه دي ازاي هنعالجها؟ هنقول لكم ازاي، بس لازم الأول نعرف السبب. سبب البرومة اللي بتحصل في التلاجة هو إن فتحة الصرف دي تبقى مسدودة، فالمية بتنزل بدل فتحة الصرف دي لما تكون مسدودة بتنزل من هنا، وقت الترموستات لما بيوصل التلاجة وقت ما بتفصل سائح التلج بينزل من هنا بدل ما ينزل في فتحة الصرف. اول حاجة نعملها عشان المشكلة دي ما تحصلش، لازم نسلك فتحة الصرف ديت بسلك زي ده كده، نسلكه، او ممكن لو سلك دش يبقى كويس اوي، ونتأكد ان السلك دوت اخره وصل لتحت الطبق اللي هو في الماتور. نشوف دلوقتي السلك واصل هنا، المية كده تنزل في الطبق ده. طبعا الدنيا الظلمة مش واضح قوي، فأول حاجة احنا هنسلك الصرف ونتأكد ان السلك يكون طويل ووصل لتحت الطبق، وبعدين برضو شوية مية سخنة نتأكد ان هو مفهوش اي اتربة او فتافيت عيش او اي حاجة. بعد ما نسلك الصرف نتأكد ان هو سلك كده، المية هتنزل وقت ما التلاجة تفصل، المية هتنزل في الفتحة دي الطبق اللي تحت. الطبق اللي تحت دوت لازمته ان بينزل عليه مية ساعة لما التلاجة بتفصل، المية دي بترطب الماتور او الكباس، بتخليه يبرد عشان بيكون سخن، وفي نفس الوقت الماتور لما بيكون سخن بيبخر المايه دي، فمش محتاج تطويها كل شويه او اي حاجه. كده ديت المشكله بتاعه البرومه، المايه تنزل من هنا تسبب البرومه اللي احنا شفناها. حاجه تانية ممكن نعملها كويسه ان احنا نميل الثلاجه سنه لورا، بحيث ان مفيش اي نقطه مايه تنزل للناحيه. لما تكون الثلاجه مايله لورا كل حاجه المايه اللي نازله هتنزل من الفتحه دي، فده السبب اللي بيحصل في البرومه. ازاي نعالج البرومه بقى دي؟ اول حاجه بنجيب سكينه، سكينه معجون، ونوصل لاخر الصدى، نشوف اخر الصدى فين، بعدين نجيب صنفرة ونصنفرها كويس قوي الحتة دي، ممكن دهان بقى نفس اللون وفرشة او دهان اسبري. هترجع زي الاول، ولو عملنا تسليك دوت مش هيحصل كده تاني. وفي طبعا برومة تانية بتبقى واكلة جنب كبير، مكان كبير من هنا، ديت هنعملها في فيديو تاني ونعرف طريقة تغيير الصاج لما يكون البرومة مبوظة. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية فيها شرح اكتر. شكرا.